حالا 1-1 الزمالك والمقاولون. ماتش كنت بتابع الشوط الاولاني طبعا، الشوط الاولاني، لانه زي ما بقول لحضراتكم قبل الهوا فتابعت الماتش. النتيجه 1-1، وزي ما بقول لكم يمكن نادي الزمالك المقاولين من اول ثانيه، الزمالك يمكن هجماته اللي انا شفتها كانت طبعا، الزمالك محتاج كتير قوي، محتاج كتير قوي، محتاج كتير، لانه الزمالك طبعا نتيجه ل مفيش صفقات طبعا. طبعا القيد موقوف بالنسبه لنادي الزمالك، نادي الزمالك عنده مشكله، في عنده عجز كبير واضح في مختلف المراكز نادي الزمالك. ده مش نادي الزمالك احنا بنشوفه بصراحه. المدرب طبعا ريح 3 لعيبة مره واحده كده. الزمالك النهارده مش هو نادي الزمالك، مش ده الزمالك اللي هو له جمهور عريض بيتابعه وعايزه يعني يقدم، يعني يقدم له يشجع، يلاقي الناس اللي بتشجعه. نادي الزمالك طبعا تعرض لكام فتره اللي فاتت، يعني مفيش ماتش الزمالك بيقدمه دلوقتي ماتش كويس بصراحه، يعني مفيش ماتش حتى ارضاء للجمهور، لعيبه مش عارفه تأدي، في مشكله كبيره جدا، مشكله كبيره جدا بيعاني منها نادي الزمالك وفريق نادي الزمالك. انا كنت بسال على زيزو النهارده ما لقيتوش، قالوا لا ده بيلعب. لانه ليه سالت عليه؟ قالوا اللي بيلعب مش شايف زيزو، زيزو اللي هو كان زيزو ما بقاش هو زيزو المرعب، ما بقاش زيزو المرعب، بقى زيزو الطبيعي زي احد. طبعا شيكابالا الماتش اللي فات مش هو شيكابالا، الماتش ده مش هو شيكابالا كمان، في انتقادات كتيره كمان لشيكابالا كبيره من الجمهور، من جمهور نادي الزمالك. يا جماعه في علامات استفهام كبيره جدا بتحصل، في مشاكل بتحصل في نادي الزمالك، ومين السبب يعني؟ وكان مين السبب؟ ناس كانت تطلع تقول حاجات، ولا كان ولا اتعمل حاجه، ادي تساب النادي بقى لحد ما وصل كده، تساب لحد ما لقينا نادي الزمالك كده النهارده. هل ده اللي احنا محتاجينه؟ لا طبعا. وانا بشجع النادي الاهلي، عايز الزمالك يبقى قوي، عايز الزمالك يبقى قوي، فريق قوي، اهلي قوي، زمالك قوي، سموحه قوي، اسماعيلي قوي، مصري قوي، سيراميكا قوي، انبي قوي، كل انديه الدوري تبقى فرق قويه، بيراميدز قوي. لازم نشوف ده، لازم الزمالك يرجع. الحل طبعا مع انتخاب مجلس اداره جديد اللي هيكون 20 اكتوبر ده الحل. لكن من هنا ل 20 اكتوبر نادي الزمالك يعمل ايه؟ عنده بطولات افريقيا وعنده دوري وعنده، هيعمل ايه نادي الزمالك؟ وعندهم مشاكل ماليه، في مشاكل، في مشكله كبيره، ولازم نبقى واضحين وصرحاء فيها. اللي بيتعرض ليه النهارده اللي بتشوفه الزمالك ده، طبعا لا يقال المقاولون، فريق المقاولون فريق قوي، فريق النهارده بقول لكم من اول ثانيه الماتش واخد الماتش، المقاولين لاعب على الزمالك، ضاغط على الزمالك، في اي وقت المقاولين كان ممكن يسجل الشوط الاولاني. فزي ما بقول كده اتمنى العوده لنادي الزمالك، لانه ده مش ده الزمالك يا جماعه، مش ده الزمالك ولا اداء نادي الزمالك. يعني المدرب كمان انا ما اعرفش، يعني مين تعاقد مع المدرب ده؟ انا ما اعرفش، مساله خطيره. مين تعاقد مع المدرب؟ شافوه فين؟ جابوه منين؟ جابوا المدرب ده ازاي؟ ايه اللي عمل المدرب ده من ساعه اوسيريو، من ساعه ما جه عمل ايه لحد النهارده؟ ما اعرفش. يعني لازم نبقى شايفين الحكايه بشكل واضح. تاني بقول الحل هيكون في الانتخابات، انتخابات يبقى في مجلس اداره جديد، شاف بقى يعملوا ايه، فلوس اللي على النادي عليهم مديونيات، عليهم كذا، عليهم كذا، يدخلوا بقى ويخلصوا يعني. ترند النهارده